بسم الله الرحمن الرحيم. هذه محاضرة للشيخ سليمان بن ناصر العلوان بعنوان هذا الطريق فأين الرجال، والتي تم بثها للمراكز الإسلامية في بريطانيا بتاريخ 16/9/1422 هجرية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة الكرام، معنا فضيلة الشيخ سليمان العلوان، وهو أحد المشايخ الدعاة في منطقة القصيم من نجد، والشيخ له جهود في الدعوة والتدريس، وهو صاحب المؤلف المعروف نواقض الإيمان. فضيلة الشيخ، معنا هنا مشتركين معنا عدة مراكز إسلامية: المنتدى الإسلامي في لندن، والمركز الإسلامي في شيفيلد مركز الرسالة، والمركز الإسلامي في نوتنغهام، والمركز الإسلامي في بريستل، والمركز الإسلامي في أبردين، والمركز الإسلامي في برادفورد، والمركز الإسلامي دار الأرقم في لندن، والمركز الإسلامي في لستر، والمركز الإسلامي في لسبرة، والمركز الإسلامي الذي نقدمك من هنا من مدينة كاردف. فأهلا ومرحبا بكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لكم هذه الكلمات. وتفضلوا فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك الله فيكم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن قضية الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية، وإن شئت فقل الولاء والبراء، قد أصبحت من القضايا المهملة في حساب كثير من المنتسبين إلى الإسلام في عصرنا الحاضر، شبحا في الدنيا وطمعا بالعرض الثاني، أو ظنا منهم أن تلك القضية ليست من القضايا أو ليست من قضايا العقيدة والعبادة. لذلك وضع كثير منهم أيديهم بأيدي الكفار، ومنحوهم غاية الحب والمودة والمناصرة، ودافعوا عنهم بأموالهم وألسنتهم في الوقت الذي خذلوا فيه أهل الإسلام، وأذاقوهم ألوانا من العذاب. ولذلك فإن حاجة المسلمين اليوم إلى أن يعودوا لرشدهم، وأن يحققوا الموالاة بينهم والمعاداة مع أعدائهم، أكثر منها من قبل، حيث تداعت عليهم قوى الكفر والظلم والطغيان من كل حدب وصوب. وتنادى الجميع للقضاء على هذا الدين بوسائلهم المختلفة، تحت غطاء حرب الإرهاب أو التطرف والغلو. ولن يقف في وجه هذا التحالف الصليبي المتواطن مع المرتدين والمنافقين ورعاع البشر لسفهاء المسلمين سوى تلاحم المسلمين واتحادهم وتناصرهم على ما جاء في محكم التنزيل: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وجاء في الصحيحين وغيرهما من طريق زكريا عن الشعبي عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.
وفي رواية عند مسلم في صحيحه: المسلمون كرجل واحد، المسلمون كرجل واحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. وروى البخاري ومسلم من طريق الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وحيث إن هذا الموضوع كبير القدر عظيم الأمر ويحتاج إلى دروس كثيرة ومحاضرات متعددة، وواقع المسلمين ملح ببيان هذا الأمر وتجليته وصدع بيت دنيا الواقع، وفي نفس الوقت يتعذر الحديث عن كل مسائل هذا الباب، فإنني في هذه الجلسة وهذا اللقاء القصير أشير إلى أصول مهمة في هذا الباب وكلمات ضرورة المعرفة. فإن هذا الباب متعلق بالتوحيد وهو من أهم أبوابه، وقد قال بعض العلماء: ليس في كتاب الله تعالى حكم فيه من الأدلة أكثر ولا أبين من هذا الحكم بعد وجوب التوحيد وتحريم ضده. وقد خلق الله الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل لعبادته وتوحيده. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس وطائفة من المفسرين: إلا ليوحدون. وقال جماعة: إلا لآمرهم وأنهاهم. وأعظم الأوامر هو الأمر بالتوحيد، وأعظم النواهي هو النهي عن الشرك. ولهذا كان أول أمر في القرآن على حسب ترتيب السور هو الأمر بالتوحيد: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وأول نهي في القرآن على حسب ترتيب السور في المصحف المعروف هو النهي عن الشرك: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقد بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أمة كانت تعيش في جاهلية وضلالة عمياء، الشرك دينها والأوثان أربابها وسادتها، فجاءهم بالتوحيد الخالص ونهاهم عن الشرك بأنواعه وأجناسه. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا أبو النضر قال حدثنا شيبان النحوي عن أشعث ابن أبي الشعثاء قال حدثني شيخ من بني مالك ابن كنانة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوق ذي المجاز يتخللها يقول: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وهذا سنده صحيح. وهذه الكلمة هي التي قامت بها الأرض والسماوات وفطر الله عليها جميع المخلوقات، وعليها أسست الملة ونصبت القبلة وتردت سيوف الجهاد، وهي محض حق الله على جميع العباد، وهي الكلمة العاصمة للدم والمال والذرية في هذه الدار والمنجية من عذاب القبر وعذاب النار، وهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام، وبها انقسم الناس إلى شقي وسعيد ومقبول وضريح، وبها انفصلت دار الكفر عن دار الإسلام، وتميزت دار النعيم من دار الشقاء والهوان. وقد لقي النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل دعوة الناس إلى التوحيد ونبذ الشرك أذى كثيرا، فصبر وصابر حتى أتم الله نوره ونصر عبده وهزم عدوه ودخل الناس في دين الله أفواجا. فقد جاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح من طريق حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رضيت في الله وما يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي ثلاث ما بين يوم وليلة، وما لي
ولعيال طعام إلا ما يواري إبطاء بلال. وحين عرفوا الصحابة رضي الله عنهم الجاهلية ثم عرفوا الإسلام خرجوا نتيجة للتربية القرآنية والعناية النبوية، وهم أعظم جيل عرفه التاريخ. وكان الواحد منهم إذا دخل في الإسلام خلع على عتبته كل ماضيه في الجاهلية، وانتقل من عالم مظلم وتصور قاصر ومفاهيم سليلة وعبودية للشجر والحجر والعبيد إلى حياة الرحمة تسيئة إلى عبودية الله والانقياد لأمره ونهيه. إن سر النجاح وسر تلك العظمة هو نقطة البدء التي بدأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه الكلمة التي مزقت كل رابطة وأهدرت كل وشيجة إلا وشيجة العقيدة، رابطة الحب بالله، رابطة المؤاخاة الإيمانية التي يتهاوى دونها كل لون أو لغة أو عرف أو تراب أو إقليم أو حرفة أو جنس. إن رابطة الإسلام تغنينا عن جميع الروابط الجاهلية. قال تعالى: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فمن أجل ذلك جعل الرسول صلى الله عليه وسلم الأخوة في الله هي الأساس والرابطة التي جمع عليها أفئدة أصحابه، حيث إن العقيدة الإسلامية التي جاء بها من عند الله تضع الناس كلهم في مقام العبودية لله دون أي اعتبار لفارق اللون أو الوطن أو النسب أو غير ذلك من الفوارق القائمة في المجتمعات الجاهلية. وقد جاء في سنن أبي داود من طريق ابن وهب عن هشام بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقي وفاجر شقي، أنتم بنو آدم وآدم من تراب، ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم أو لا يكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن، أي الرائحة الكريهة، وعبية أي العصبية. وقد جاء في مسند الإمام أحمد من طريق إسماعيل: حدثنا سعيد الجريري عن أبي نظرة: حدثني من سمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في وسط أيام التشريق فقال: أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. أبلغت؟ قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإسناده جيد والذي قبله يتقوى به. وقد أدرك الصحابة رضي الله عنهم أن التآخي في الله ليس مجرد شعار في كلمة يجرونها على ألسنتهم وتتناقلها أفواههم، وإنما هو حقيقة عملية يتصل بواقع الحياة وبكل أوجه العلاقات القائمة من تعاون وتناصر وتناصح وإثار ومحبة. والأدلة على هذا كثيرة والأمثلة متعددة. قال تعالى: يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: كان أحدهم يشق إزاره لأخيه مناصفة بينهما. وقال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا يزيد أخبرنا حميد الطويل
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال المهاجرون يا رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل ولا أحسن بذلا في كثير. لقد كفونا المؤنة وأشركونا في المهنة حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. قال لا ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله عز وجل لهم. ورواته ثقات. وإن من لوازم الإيمان بالله الحب في الله، والحب في الله يورث الموالاة والمناصرة، وهذا فرض على كل مسلم. فالمسلم أخو المسلم، لا يظلمك ولا يخذلك ولا يسلمك، ويجب عليه القيام بحقه وحفظه بحضرته وغيبته. وقد قال البراء بن عازب رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتكليف العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصرة المظلوم وإجابة الداعي وإشاء السلام. هذا الحديث متفق على صحته. وهذه الأمور من أسباب تحقيق الموالاة في الله وتقوية أواصر المحبة بين المسلمين. فالبدار في تطبيقها في واقع الحياة. ومن جميل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه قال والمؤمن عليه أن يعادي في الله ويوالي في الله، فإن كان هناك مؤمن فعليه أن يواليه وإن ظلمه، فإن الظلم لا يقطع الموالاة الإيمانية. قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تسيء إلى أمر الله فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة، فجعلهم إخوة مع وجود القتال والبغي وأمر بالإصلاح بينهم. وليعلم أن المؤمن تجب موالاته وإن ظلمك واعتدى عليك، والكافر تجب معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك. فإن الله سبحانه بعث الرسل وأنزل الكتب ليكون الدين كله لله، فيكون الحب لأوليائه والبغض لأعدائه والإكرام لأوليائه والإهانة لأعدائه والثواب لأوليائه والعقاب لأعدائه. وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعة وسنة وبدعة استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر. فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة، فيجتمع له من هذا وهذا. كاللص الفقير تقطع يده لسرقته ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته. هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة، وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم عليه. فلم يجعلوا الناس إلا مستحقا للثواب فقط، وإلا مستحقا للعقاب فقط. وأهل السنة يقولون إن الله يعذب بالنار من أهل الكبائر من يعذبه ثم يخرجه منها بشفاعة
من يأذن له في الشفاعة بفضل رحمته، كما استفاضت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويمكن تقسيم الناس في باب الحب والبغض والولاء والبراء إلى ثلاثة أقسام. الأول من يحب جملة، وهو من آمن بالله ورسله وقام بوظائف الإسلام ومبانيه العظام علما وعملا وأخلص أعماله لله تعالى وانقاد لأوامره وانتهى عما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأحب في الله وأبغض في الله وقدم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد كائنا من كان. وأولى الناس بذلك بعد الرسل والأنبياء صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فهم خير الناس للناس وأفضل تابع لخير متبوع، وهم الذين فتحوا البلاد بالسنان والقلوب بالإيمان. ولم يعرف التاريخ البشري منذ بدايته تاريخا أعظم من تاريخهم، ولا رجالا دون الأنبياء أفضل منهم ولا أشجع. وحين ظن غيرهم بالنفس والمال واستثقلوا مفارقة الأهل والولدان استرخصوها في إقامة الدين وتمكين الأمم والشعوب من العيش في أمن ورغد تحت حكم الإسلام، فلا كان ولا يكون مثلهم، فهم غيظ العداء وأهل الولاء والبراء وأنصار الدين ووزراء رسول رب العالمين. وإن من الأمور الضرورية والأصول المقررة في الإسلام حبهم واعتقاد فضيلتهم وصدقهم والترحم على صغيرهم وكبيرهم وأولهم وآخرهم وصيانة أعراضهم وحرماتهم ومناصرتهم من ألسنة المجرمين وأقلام الحاقدين. ويلي هؤلاء بالولاء والنصرة والمحبة أهل العلم من أهل السنة العاملون بعلمهم المتقون لربهم، وهؤلاء ورثة الأنبياء وأئمة الدين والطائفة المنصورة والفرقة الناجية. وليس معنى هذا عصمتهم أو تقليدهم مطلقا، كلا، فهم بشر يخطئون ويصيبون، ولكن يجب إحسان الظن بهم والتماس الأعذار لهم دون إهدار للنصوص وتقديم قول الواحد منهم عليها بشبهة أنه أعلم بها منه. ومن عرض أقوال العلماء على النصوص ووزنها بها وخالف ما خالف النص فإنه لم يهدر أقوالهم ولم يهضم جانبهم بل اقتدى بهم، فإنهم كلهم أمروا بذلك. ومن جميل الشعر في هذا الباب وقول أعلام الهدى لا يعمل بقولنا بدون نص يقبل، فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوال حتى تعرض على الحديث والكتاب المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة: كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم: لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذلك اطلبوا، فاسمع مقالات الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون
بالنبي صلى الله عليه وسلم. الثاني من يحب من وجه ويبغض من وجه، وهذا المسلم الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا، فهذا يحب ويوالى على ما معه من الإيمان، ويبغض ويعادى على قدر معصيته أو بدعته. وهذا الصنف لا يجوز محبته مطلقا ولا معاداته وبغضه مطلقا. وكثير من الناس يخلط بين هذا وبين مجالسة أهل البدع والفسق والدعاة إلى ذلك ومخالطتهم دون الإنكار عليهم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: يجب هجر من كفر أو فسق ببدعة أو دعا إلى بدعة مضلة أو مفسقة على من عجز عن الرد عليه أو خاف الاغترار به والتعدي. وقيل يجب هجره مطلقا، وقيل بالتفريق بين طالب العلم الذي يعلم من نفسه أنه لا يتأثر ولا يلبس الحق بالباطل وينكر، وبين العام الذي لا يفرق بين الحق والباطل. وقيل يراعى في ذلك المصالح وتدرع المفاسد ويفرق بين شخص وآخر. الثالث من يبغض جملة ويعادى مطلقا وهو الكافر الأصلي أو المرتد بعد ثبوت البينة الشرعية والأدلة اليقينية على المدعى عليه، فأن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، أو يثبت عليه دعاء غير الله أو الذبح والنذر لغير الله، أو يترك الصلاة بالكلية، وذلك في أصلح قولي العلماء وهو إجماع من الصحابة، أو يسب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم سبا صريحا، أو يلقي المصحف في القاذورات عاذنا الله وإياكم من ذلك، أو يجحد أسماء الله وصفاته، أو يستهزئ بالدين استهزاء صريحا. قال تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أو يحكم بالأنظمة الكفرية أو يفرضها على الناس أو يدعي علم الغيب أو يتعاطى السحر، فهؤلاء كلهم محادون لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فتجب البراءة منهم. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وليس من موالاة الكفار التعامل معهم في البيع والشراء والاقتراض، فالحلال ما حله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والحرام ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد دلت الأدلة الصحيحة على جواز البيع والابتياع منهم، ويراعى في ذلك الشروط الشرعية في البيع والشراء وإباحة السلعة ونحو ذلك، وبشرط أن لا يبيع عليهم شيئا يستعينون به على حرب المسلمين ولا سيما في وقت الحرب، فلا يجوز بيع سلاحا يقاتلون به مسلما. وفي هذا الباب تفاصيل يطول ذكرها، والمقصود الإشارة إلى كليات المسائل، والتفاصيل لها موضع آخر.
وفي مسألة مهمة يحتاج إليها الإخوة المستمعون حيث يعيشون في دول الغرب، وهي حكم العمل لدى الكفار. منع من ذلك طائفة من العلماء لما فيه من إذلال المسلم وإهانة الله تحت يد الكافر، وهذا قول في مذهب الإمام أحمد وقال به طائفة من فقهاء الشافعية. والقول الثاني أنه لا بأس بالعمل عند الكفار، وذلك بشرطين: الأول أن يكون عمله حين يحل للمسلم فعله، الثاني أن لا يعينه على ما يعود ضرره على المسلمين، وهذا هو الصواب. غير أن الأفضل أن يستقل المسلم بنفسه أو يعمل عند مسلم ويدع العمل عند الكفرة. ومثل ذلك مشاركتهم في التجارة ومضاربتهم، وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن الرجل يشارك اليهود والنصراني، قال يشاركهم أي لا مانع من ذلك، ولكن يلي هو البيع والشراء، وذلك أنهم يأكلون الربا ويستحلون الأموال. وإذا وثق من صاحبه أنه لا يتعامل بالربا في هذه التجارة المشتركة فلا حرج من مشاركته، كما تقدم أيضا أنه لا حرج من العمل عند بالشرطين السابقين. وهذا الكلام يدفعنا إلى الحديث عن حكم إقامة المسلم في ديار الغرب والكفر، وهذا الحكم يختلف من شخص إلى آخر ويختلف باختلاف النيات والمقاصد. فالذي يسافر إلى ديار الكفر بقصد الدعوة إلى الله وتعلم ما هو وسيلة إلى مرضات الله وخذلان أعدائه فهذا مشروع، وأدلة هذا كثيرة. وقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وكانت ديار كفر وشرك، وذلك بغرض دعوتهم، والحديث الصحيحين من حديث عائشة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث بالرسل والعلماء والمصلحين إلى بلاد الكفار لدعوتهم، وهذا أمر متواتر لا يكابر فيه أحد. وقد اشترط العلماء في هؤلاء الذين يذهبون ديار الكفار للدعوة وتعلم ما في مصلحة للإسلام والمسلمين أن يكونوا عارفين لدينهم بأدلته الشرعية، متمسكين بعقيدتهم، مأمونا عليهم في ظاهر حالهم من الوقوع في الفتنة، وأن يكون القصد من السفر هو إظهار دين الله والدعوة إليه. هذا القسم الأول من أقسام الإقامة في ديار الكفار. القسم الثاني: من كانت إقامته في بلاد الكفار بقصد التجارة أو العلاج فهذا مباح، بشرط أن يكون عارفا للواجد معرفته في التعامل مع الكفار وما يجوز من ذلك وما يمتنع. القسم الثالث: من سافر وأقام في ديار الكفر وهو جاهل بدينه أو عالم لكنه يخاف الفتنة على نفسه أو لا يستطيع إظهار دينه وتأدية شعائر الإسلام من الواجبات وترك المحرمات، فهذا عاصٍ لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. القسم الرابع: المكره على البقاء في ديار الكفر، وهم أعداد غير قليلة في عصرنا هذا، حيث لا يستطيعون للخروج إلا ولا يهتدون السبيل، ولو خرجوا من دار الكفر لما وجدوا دار إسلام تؤويهم أو تدافع عنهم، وهؤلاء مستضعفون معذورون، وقد جاءت الأدلة بعذرهم، وهؤلاء يجب علينا مناصرتهم ومساعدتهم وتسهيل مهمتهم، وهم يجب عليهم
تطبيق الشرع بقدر الإمكان، ويجب عليهم عداوة الكفار وبغضهم. القسم الخامس: من أقام بديار الكفر وأظهر لهم الموافقة على دينهم ومدح ما هم عليه من الكفر وسب الإسلام دون إكراه، فهذا مرتد عن الدين، سواء حمله على ذلك الطمع في الرياسة أو غير ذلك. ولا يقبل قوله ولا دعواه أكرههم باطنا، لأنه لم يكره على الظاهر. وقد قال تعالى: ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. فلم يحملهم على الكفر بغض الدين ولا محبة الباطل وأهله، وإنما هو أن لهم حظا من حظوظ الدنيا فآثروه على الدين فكفروا بذلك. قال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. والذي يدعي الإسلام ويكون مع المشركين أو اليهود والنصارى في اجتماعاتهم ويظهر لهم النصرة بحيث يعده الكفار واحدا منهم فهو كافر مثلهم وإن زعم أنه مسلم. وهذا يستدعي الحديث عن حكم مظاهرة الكفار على المسلمين، فقد قام في هذا العصر الغريب كثير من المسؤولين بتبرير مواقف الحكومات في مظاهرة أمريكا على المسلمين في أفغانستان، وقد أصبح هؤلاء خصماء لأهل الحق في الدفاع عن أهل الباطل والمرتدين وأبواقا للأعداء. قال تعالى: ولا تجادل عن الذين يقتانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. ويدخل في هذه الآية الإعلام الخبيث وعلماء السوء الذين همهم وديدنهم المجادلة والمخاصمة عن الخونة في تزييف الحقائق وتضليل الشعوب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وأي دين وأي خير في من يرى محارم الله تنتهك وحدوده تضاع ودينه يترك وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب عنها وهو بارد القلب ساكت اللسان شيطان أخرس. كما أن المتكلم بالباطل شيطان ناطق. وهل بلية الدين إلا من هؤلاء الذين إذا سلمت لهم مآكلهم ورياساتهم فلا مبالاة بما جرى على الدين، وخيارهم المتحزن المتنمم، ولو نوزع في بعض ما فيه غضاضة عليه في جاهه أو ماله بذل وتبذل وجد واجتهد واستعمل مراكب الإنكار الثلاثة بحسب وسعه. وهؤلاء مع سقوطهم من عين الله ومقت الله لهم قد بنوا في الدنيا بأعظم بلية تكون لهم وهم لا يشعرون، وهو موت القلب. فإن القلب كلما كانت حياته أتم كان غضبه لله ورسوله صلى الله عليه وسلم أقوى وانتصاره للدين أكمل. والآن أتحدث عن حكم مناصرة أمريكا وحلفائها على المسلمين المستضعفين في أفغانستان. ونحن نعلم أن الرئيس الأمريكي أعلنها حربا صليبية، والحرب القائمة الآن توحي بذلك ولو لم ينطق بما تكنه نفسه. قال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقال تعالى: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم
إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله: من تولى الكفار ونصرهم على المؤمنين فهو من أهل دينهم وملتهم، فإنه لا يتولى متول أحدا إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راض، وإذا رضيه ورضي دينه فقد عاد ما خالفه وسخط وصار حكمه حكمه. وقال العالم ابن حزم رحمه الله تعالى: صح أن قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إنما هو على ظاهره، لأنه كافر من جملة الكفار، وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين. وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في نواقض الإسلام: الناقض الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. أقول: وليس من شروط الكفر أن تكون مظاهرته للكفار محبة لدينهم ورضا به، فهذا قول أهل البدع من المرجئة وغيرهم، لأن محبة دين الكفار والرضا به كفر أكبر دون مظاهرتهم ومعاونة على المسلمين، فهذا مناط آخر في الكفر. وقد قال تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. فقوله فترى الذين في قلوبهم مرض أي شك ونساء يسارعون فيهم أي يبادرون إلى موالاة الكفار وطاعتهم ومودتهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة أن يتأولون في طاعتهم وموالاتهم أنهم يخشون أن يقع أمر من ظفر الكافرين بالمسلمين فتكون لهم أياد عند اليهود والنصارى فينفعهم ذلك. وقال تعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقال تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه لاتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. وهنا حقيقة لا بد أن يفهمها المسلم، وهي أن عداوة الكفار للذين أسلموا وآمنوا عداوة متأصلة فلا يرضيهم إلا فناء الإسلام والمسلمين. قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فصفة العداوة أصيلة فيهم تبدأ من نقطة كراهيتهم للإسلام ذاته مرورا بصدهم عنه، وينتهي بهم الأمر إلى الوقوف في وجهه وتربطهم بالمؤمنين الدوائر، فهم عندما يتمكنون من المسلمين يفتكون بهم إلى شفقة ولا رحمة، لأن الرحمة لا تعرف إلى قلوبهم سبيلا. والعالم اليوم كله يشاهد حقيقة هذا الأمر في أفغانستان وفلسطين والعراق وبلاد كثيرة من بلاد المسلمين. والمتتبع للتاريخ القديم والحديث يجد أن عداوة الكفار لم تنقطع عن المسلمين، فخلال القرون الماضية كان النصارى بضع حملات صليبية، وبعد أن توقفت تلك الحملات ثلاثها حملات استعمارية، فاحتلوا غالب أراضي المسلمين سنين طويلة وأفسدوا فيها. ولما توقفت تلك الحملات الصليبية الحديثة أو الاستعمار كما أسموه ظلما وزورا بدأت الحملات الأممية تحت مظلة الأمم المتحدة، فضربوا المسلمين في كل مكان وحاصروهم تنفيذا لقرارات الأمم المتحدة، فضربوا العراق وحاصروه أكثر من 10 سنين
آلت خلالها الحرث والنسل والحصار إلى الآن قائم ولا ندري إلى أي مدى ينتهي. وهكذا صنعوا في السودان وليبيا والصومال وأفغانستان، فشردوا الملايين منه وقتلوا الملايين. والناظر في واقع العالم والعارف بتاريخ الغرب لا يشك أن الحملة القائمة الآن على أفغانستان تحت غطاء حرب الإرهاب هي في حقيقتها حملة صليبية ضد الإسلام. وقد أنطق الله الرئيس الأمريكي بذلك، وما تخفي صدوره أكبر. وصرح بذلك رئيس وزراء إيطاليا. وقال الرئيس الروسي النصراني بوتين في آخر اجتماع له أمام دول الكومنولث من عام 1421 إن الأصولية الإسلامية هي الخطر الوحيد الذي يهدد العالم متحضر اليوم، وهي الخطر الوحيد الذي يهدد نظام الأمن والسلام العالمي. والأصوليون لهم نفوذ ويسعون إلى إقامة دولة موحدة تمتد من الفلبين إلى كوتوهو، وينطلقون من أفغانستان التي تعتبر قاعدة لتحركاتهم. فإذا لم ينهض العالم لمواجهتها فإنها ستحقق أهدافها. وروسيا تحتاج إلى دعم عالمي لمكافحة الأصولية في شمال القوقاز. هذا كلام. ونحن معاشر المسلمين نعد هؤلاء الكفرة بإذن الله تعالى بالخزي والبوار والانهيار العسكري والاقتصادي. فالله ناصر دينه وكتابه وأولياءه، والوعد من الله لأنه ينصر دينه ورسوله وحزبه المؤمنين ويخزي الكافرين، وعد محقق لا محالة. ولو ضاع القائمة على الشرك والكفر والتشريع الجاهلي واقتصاد الديار وانتهاك الأعراض والحجر على الأفكار الشريفة لن تدوم مهما تمهدت سبلها وقويت شوكتها وطال مكثها في الأرض. وهذه حقيقة يجب الإيمان بها وبذل الطاقات وراء تحقيقها. والشرط في ذلك أن نقوم بالإسلام ونحرك بالأجساد والقلوب وأن نعمل لله صادقين موقنين. قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فالنصر للمؤمنين وعد من الله، وما من شك في تحققه في واقع الحياة. وإن تأخر عن حساب البشر واستفضوا ذلك فقد خلق الإنسان من عجل. قال تعالى: ألا إن نصر الله قريب. وقال تعالى: وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وروى الإمام أحمد بن مسلم في سنن الصحيح من طريق صفوان بن مسلم قال: حدثني سليم بن عامر عن تميم الداري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا أبلغن هذا العمر ما بلغ الليل والنهار، فلا يسقط الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله على الدين بعز عزيز أو بذل دليل، عزا يعز الله بالإسلام أو ذلا يذل الله به الكفر. وكان تميم الداري رضي الله عنه يقول: قد عرفت ذلك في أهل بيتي، لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز، ولقد أصاب من كان منهم كافرا الذل والصغار والجزية. والمبشرات في عودة الإسلام وظهور أهله واتصال حاضرهم بماضيهم كثيرة، وهي متحققة لا محالة بعز عزيز أو بذل دليل. وما سرى إلى نفوس فئة من المسلمين من اليأس والعجز مما يرون من الحاضر الأليم والتعتيم الإعلامي جهالة لا قرارة لها. فمهما فتت الضلالة واستحكمت الغواية واستشرى الفساد وانتهكت الأعراض فسيبقى الإسلام وتمتد رقعته ويبلغ ما بلغ الليل والنهار بصدق العلماء وجهود الدعاة ودماء الشهداء.
فلا مجال للتخاذل والبطالة والقعود مع الخالفين. الإسلام يتحقق بالجد لا بالهبل وبالأعمال لا بالآمال وبالقلوب الصادقة لا النفوس الخائنة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم من الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروا شيئا والله على كل شيء قدير. وفي الختام أتوجه بمخاطبة الحاضرين والمسلمين في كل مكان بضرورة مناصرة المسلمين في حكومة طالبان وفلسطين والشيشان وغير ذلك من بلاد المسلمين والذب عن حرماتهم وأعراضهم، وكل على قدر طاقته لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فأهل الأموال والدثور يساهمون في قيام الجهاد بصدقاتهم وزكواتهم. قال تعالى: وأنفقوا في سبيل الله. وأهل القدرة على القتال يمنحون الدين أرواحهم ويبيعون الحياة الدنيا بالآخرة ويشاركون إخوانهم في الدب عن حرماتهم وأعراضهم والدفاع عن أراضيهم وتخليصهم من أيدي الكفرة المعتدين والأمريكان الظالمين. قال تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: شاهدوا المشركين في أموالكم وأنفسكم وألسنتكم. رواه أبو داود من طريق حمد بن سلمة عن حميد الطويل عن أنس وسنده صحيح. وقد اتفق العلماء على وجوب قتال الكفار المعتدين على بلاد المسلمين وعلى حرماتهم، فإن اندفع شر مكيدهم في أهل البلاد المظلومة سقط الفرض عن غيرهم، وإن لم يحصل دفع العدو الكافر وطرد عن بلاد المسلمين فإنه يجب حينئذ على من يقرب من العدو من أهل البلاد الإسلامية الأخرى مناصرة إخوانهم وصد عدوان الكافرين ودفع بغيهم وظلمهم. وقد قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم في الزهري عن سعيد بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الصحيحين أيضا من حديث موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وجاء في الصحيحين أيضا من طريق زكريا عن الشعبي عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه العضو تداعى له سائر الجسد بالسهر وحمى. ولا ريب أن المقتول في سبيل الله في جهاد الكفار ومناصرة المؤمنين والدفاع عن بلادهم وحرماتهم ينال أجر الشهداء الصابرين والمجاهدين الصادقين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في سبيل الله فهو شهيد. رواه مسلم في صحيحه من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا دليل على أن المقتول في سبيل الله شهيد، ودليل على أن من مات في سبيل الله من المرابطين والمقاتلين بدون قتل فإنه شهيد. وأسأل الله جل وعلا ينصر دينا ويعلي كلمته وأن ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله فيكم. والحقيقة معنا أسئلة كثيرة لكن الوقت عندنا يعني ربع ساعة، فإن شاء الله سنأخذ بعض الأسئلة ونكتفيها إذا يسمح وقتكم بذلك. لا حرج في ذلك، تفضل.
السؤال الأول فضيلة الشيخ يقول: ما حكم من يقاتل في صفوف الجيش الأمريكي أو أي جيش كافر ضد المسلمين سواء في بلاد الأفغان أو غيرها من بلاد المسلمين، مع الإشارة أن بعض المشايخ قد أجاز لهم القتال بنية الإكراه، فما تعليقكم؟ تقدم في كلامي الحديث والإشارة إلى هذه القضية والتحذير من مناصرة الكفار على المسلمين بأي نوع أو وسيلة من وسائل النصارى، هذا من التولي وهو كفر ونفاق ومرض في القلوب وفسق. وتقدم أن ليس من شروط الكفر أن تكون مظاهرة للكفار محبة لدينهم ورضا به، هذا مذهب ضعيف، لأن محبة دين الكفار والرضا بالكفر أكبر دون مظاهرة على المسلمين، فهذا مناط آخر في الكفر. ولو ادعى المظاهر محبة الدين وبغض الكافرين، فإن كثيرا من الكفار لن يدركوا الحق بغضا له ولا كراهية للدين، وإنما لهم طمع دنيوي ورغبة في الرياسات، آثر ذلك على الدين. قال تعالى: ذلك لأنه مستحق الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. وقال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنهم منهم، وذلك لأنهم دخلوا في طاعتهم ونصروهم وأعانوهم بالمال والرأي على المسلمين. ومن ذلك مشاركة الجنود المسلمين أو المحسوبين على المسلمين الموظفين في الحكومة الأمريكية في قتال الأفغان المجاهدين في سبيل الله، فهذا من أكبر الذنوب وأعظمها مناساة لأصل الإيمان، وتجويز هذا العمل بدليل الإكراه غير صحيح، فإن للإكراه ضوابط وشروطا وهي غير متوترة في هذه الصورة، فإن هؤلاء العسكريين يسعون لمصالحهم وتثبيت مناصبهم وكسب الأموال في سبيل قتل الأبرياء من المسلمين وهدم ديارهم، وهذا لا يجيز العقل، وقد يهددون بالقتل، وهذا غير مسوغ للمشاركة، لأن لا يجوز شرعا أن تبقي نفسك في سبيل هلاك الآخرين وقتل المظلومين، فليست دماؤهم في أرخص من دمائكم ولا دماؤكم في أغلى من دمائهم. قال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا تعليقي على هذه القضية في مسألة مهمة أخرى، ولما تتعلق بالتحالف الشمالي وحكم هذا التحالف، العمل القائم الآن في التحالف الشمالي من موالاة الكفار ونصرتهم على المسلمين وتسهيل المهمة في قتال المسلمين، وحيث إنهم حين يقبضون على مسلم يسلمونه إلى دول الكفر، ونعلم أن دول الكفر تفتن عن دينه وتعذبه ونحو ذلك، هذا يعتبر ناقضا من نواقض الإسلام، لكن لا نستطيع الحكم على أعيان هؤلاء إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة، لأن لهؤلاء شبهة تختلف عن غيرهم، وهؤلاء مراتب منهم الشيوعي كدستم وطبقة كثيرة في التحالف الشمالي، وإن شئت فقول التحالف الصليبي، فهؤلاء يعرف معروف حكمهم ولا إشكال فيه. النوع الثاني في من المنافقين ومن أعداء الدين، فهؤلاء كفرة فجرة. القسم الثالث فيهم بعض الجهال وبعض من له سابقة في قتال المسلمين ضد السفير، فهؤلاء حكم عليهم بعض اخواننا من العلماء بالردة، وبعض طلبة العلم لا يرى هذا لأن لهم شبهة، وهي أنهم يقاتلون بزعمهم، لا نقرهم على هذا كلام باطل، أنهم يقاتلون البغاة خرجوا عليهم في الجملة، فهم يستنصرون بالكفرة ضد البغاة بدافع أن هناك مذهبا فقهية في هذه المسألة، هذه كلها أشياء لا حقيقة لها في الحقيقة، لأنهم لم يستنصروا بالكفار من قبل، وإنما كافر فرض عليهم أن يجاهدوا معه ضد المسلمين، وهذا هو الواقع الذي نعرفه من واقع هؤلاء. أرى أن هذه الشبهة قد تجعلني أحكم عن تكفير أعيانهم، ولا سيما أن مذهب أهل العلم أنهم يحكمون على النوع دون العين حتى تقوم الحجة، لكن من خالف كان كافرا تارة أو فاسقا أخرى. فأنا أقسم هذا التحالف إلى ثلاثة أقسام، قسم
من الأصل هو كافر، وقسم من المنافقين والمرتدين ومن عباد القبور والأوثان ونحو ذلك، وقسم له شبهة، قد نتوقف عن تكثير أعيانا. لكن في الجملة نقول أن هذا العمل القائم على الكبر، ونحكم على هؤلاء بأنهم كفار. لكن حين نتحدث عن أعيانهم لا نسمي أحدا بأن هذا كافر دون الآخر إلا بعد إقامة الحجة عليه وإزالة الشبهة، ولا مجرد اجتهاد مني، والله أعلم. طيب فضيلة الشيخ، يقول سائل الأخبار الواردة هذا اليوم أن مؤتمر بون قرر رفض برهان الدين ربان وعدم قبوله رئيسا لأفغانستان. فأود أن أقول فضيلة الشيخ، أليس في هذا درس أن من تعاون مع الكفار فإن ذله في الدنيا قبل الآخرة؟ ما تعليقكم؟ هذا صحيح، فإن من استعان بكافر أو تقوى به على مسلم أو ركن إليه أو لجأ إليه فإن الله جل وعلا يخذله في الدنيا ويخزيه في الآخرة، وقد جرت سنة الله جل وعلا في ذلك، وقد يتأخر هذا عن حساب البشر، ولكن يأتي فيما بعد أن الكافر يستعين به في هذه الفترة، ثم بعد ذلك يقلب عليها المجن ويقتله أو يسجنه أو يهينه، لأن الله جل وعلا قال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فالكفر الآن يستعينون بهذا التحالف الشمالي في قتال طالبان باعتبار معرفتهم للتضاريس الجغرافية في أفغانستان، ثم فيما بعد لا يمكنونهم بل قد يقتلونهم ويهينونهم، وقد بدت الآن بوادر ذلك، فهم يقدمون شخصا ويؤخرون الآخر على قدر ولائه للغرب يقدمونه، وعلى قدر تعقله أو إنصافه في بعض القضايا فإنهم يعادونه وينبذونه، وقد يستعينون به في مهمة ثم بعد ذلك يرفضونه، وهذا هو الواقع. وقد تقدم في حديث سمير بن أوس الداري شاهد على ذلك، حين قال سمير بن أوس رضي الله عنه: قد عرفت ذلك في أهل بيتي، لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعلم، ولقد أصاب من كان منهم كافرا الذل والصغار والجزية، والله أعلم. فضيلة الشيخ، الأسئلة الحقيقة كثيرة ولكنني سأختار منها في الوقت الواقع. يقول السائل: صرح تياب لقناة الجزيرة مؤخرا وذكر أن التحالف مع أمريكا لم يقم به التحالف، وإنما هو علم سفر طالبان بالسياسة جعل أمريكا تتدخل، كان هذا التقييم صحيح؟ هذا غير صحيح، ولا أساس لهذا من الصحة، وهذا تبرير للموقف المخزي الذي ظهر به تياب مع رباني ومجموعة كثيرة لمن تخلف عن نصرة إخوانهم المسلمين. فإن كانوا يختلفون معهم في بعض المسائل كان الأولى بهم مناصرة إخوانهم وترك الخلاف إلى ما بعد ذلك، لأن تقدم أن أمريكا وحلفائها أعلنوها حربا صليبية ضد الإسلام والمسلمين. حقيقة أن أمريكا قد أعدت عدتها وأخذت أهبتها في قتال طالبان قبل أحداث 11 سبتمبر، وهذا قد قرأته بنفسي في بعض التقارير الصادرة من الصحف الغربية، ولكن جاءت هذه مواتية لذلك. السبب أن حكومة طالبان على قدر طاقتها تمثلت فيها حقيقة الإسلام من تطبيق شرع الله، تطبيق مبدأ الأخوة من إيواء المؤمنين في العالم كله، وعدم الدخول في نظام هيئة الأمم وعداوة الكفار، وآخر الأحداث تحطيم الأصنام. ثم أتى التحالف الصليبي الآن تحت غطاء مسمى حرب الإرهاب، حرب الغلو، حرب التطرف لقتال المسلمين، وهذا مما لا ينبغي ينطلي على المسلم، بل عليه يدرك حجم القضية وأن المعركة بيننا وبينهم هي حرب صليبية. ولكن نذكر أمريكا
وحلفاء، لأن الشعوب مستضعفة لن تبقى كذلك، فإن التفنن في إهانتها واستذلالها وفرض سيطرتها وقوتها والحصار القائم على بلاد كثيرة متعددة فيه هو الذي سوف يحييها بإذن الله تعالى، كما قال الشاعر: وإذا الذئاب استنعدت لك مرة فحذاري منها أن تعود ذئابا. حقيقة أن هذه النقطة تحتاج إلى تعليق أفضل، ولكن أختصر لضيق الوقت. حرب أمريكا لطالبان حرب صليبية وحرب عدا للإسلام والمسلمين، ولكن أمريكا تستغل هؤلاء في التعمية الإعلامية وفي قلب الحقائق وفي غير ذلك مما هو معروف. نعم. فضيلة الشيخ، السائل يقول: هل من نصيحة إلى جريدة الشرق الأوسط التي تتعرض في كتاباتها لإعراض زوجات العربي الموجودين هناك، وأن موالاة هذه الجريدة لأعداء الله والدين صار يعرفه القاصي والدامي؟ ولا ريب أن هذه الجريدة بوق لنشر المخزيات والأكذوبات والأساطير المفتعلة وإشاعة للأكاذيب وتحريض على الأبرياء وإشادة في أهل الضلال والمنحرفين، ولا سيما في خضم هذه الأحداث، فترى في ثنايا هذه الصحيفة عناوين بالخط العريض ومقالات متعددة تحرض على طالبان، ولسان حال الاستبشار بما ينالها وبما يصيبها الآن، بدعوى أنهم أعراب لا يفهمون أو أنهم متغطرسون أو أنهم إرهابيون أو أنهم يشكلون خطر على البلاد المتحضرة، وبدوافع كثيرة. لكن في الجملة هذه الجريدة فيها من النفس الشيء الكثير، وفيها من العداء الطريق وغيره على المتمسكين بدينهم ما لا يقطع على عاقل قرأ شيئا من هذه الصحيفة، فهي حمالة الحطب. ولهذا أقول: لا يجوز بيعها ولا ابتياعها ولا اقتناؤها إلا لطالب علم يتصفحها ويقرأها لكشف ما فيها وبيان ذلك للناس من أجل الحذر ومن أجل الرد على هذه الأكاذيب وعلى هذه الصورات ولزعزعة الثقة في نقولها ومعلوماتها الإخبارية. الله أعلم. نعم. طيب فضيلة الشيخ، السؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لقد تعرف رئيس الأمريك في الأسبوع الماضي شعبه بالدعاء للقوات الأمريكية التي تحارب المسلمين في أفغانستان، بينما لوثب أن أمة المساجد في هذه البلاد ومعظم البلاد الإسلامية أصبحوا يتجنبون الدعاء للمسلمين في أفغانستان وفلسطين والشيشان والشيشان خوفا من أمريكا، هل من نصيحة؟ تقدم أن المسلم يجب عليه مناصرة إخوانه المسلمين، ويجب عليه تطبيق مبدأ الأخوة الإيمانية في مناصرتهم بأموالهم وأنفسهم وألسنتهم في الدعاء والقنوت في الصلوات المكتوبات والذب عن أعراض إخوانه المجاهدين بالكتابات الجريئة في وجه أهل الباطل والنفاق، وبذل الجهد بقدر الوسع في نصرة المظلومين في أفغانستان والشيشان وفلسطين والعراق الذي يعاني شعبه الجوع والأمراض منذ أكثر في الدين، فعليكم النصر ولا أقل من الدعاء ومن القنوت لهم في الصلوات. والقنوت يشرع في كل الصلوات الخمس، قد جاء في السنة الذي داود حديث العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وفي السنة هذه اختلاف، ولكن ثبت صحيح وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المغرب والفجر، وثبت أيضا أنه قال في الظهر، وثبت القنوت في العشاء. فيشرع للمسلمين في العالم كله أن يقنطوا في صلواتهم وأن يلحوا على الله جل وعلا بالدعاء للإسلام والمسلمين وخذلان أعداء الإسلام والمسلمين من أمريكا وغيرها، إلا من يخاف على نفسه فهذا قد يكون معذورا، ولكن لا يعذر أن يدع الدعاء فيما بينه وبين الله جل وعلا أو في موطن لا يخاف من أحد من البشر. وقد
ذكر لنا الأخوة المجاهدون هناك بأنهم يرون أثر دعاء المؤمنين لهم في قتالهم وجهادهم، فإن الدعاء هو سلاح المؤمن. وفي نفس الوقت هذا يدل على كذب أمريكا في دعواها الديمقراطية، فهي من قبل تنادي الشعوب الإسلامية والعربية بالديمقراطية ولا لا تحققها في واقعها، تنادي من قبل الديمقراطية على لا تقرها، لا يقرون على هذا، ولكن يريدون عزل المسلمين عن دينهم. وقد كشفت هذه الأحداث كانت دعاوى أمريكا في كثير من مزاعمها في دقاتها المعلومات وفي الديمقراطية والحرية وغير ذلك. فهم الآن يمنعون القنوات الفضائية والإذاعات في ذكر الأخبار الصحيحة في واقع طالبان، وأنهم قد حصدوا مجموعات كبيرة وأنهكوا بالأمريكان قتلى، ويحاصرون البلاد الأخرى التي تدعم المسلمين في أفغانستان ويمنعونهم من الدعاء ويحاصرونهم في الأقوال، حتى الكلمة يمنعون من الصدع بها وقولها. العالم الذي له قدره وسمعته ومكانته في العالم الإسلامي لا يعذر بترك التبليغ، هذا حق وهذا أمر أوجبه الله أو عليه، لأن العلماء هم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا هذا العلم. وقد كان أئمة السلف يصدعون بالحق في المجامع والمساجد والمنتديات وغيرها، وقد جاء في سنن الدارمي كتاب صحيح من طريق الأوزاعي قال حدثني أبو كثير قال حدثني أبي قال سيد أبا ذر وجالس عند الجمرة الوسطى وقد اجتمع الناس يستفتونه، فأتى رجل فوقف عليه ثم قال ألم تنه عن الفتية؟ فرفع رأسه إليه فقال أرقيب أنت علي؟ لو وضعتم القمصانة على هذا وأشار إلى قفاه ثم ظننت أني أنكب كلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجيز علي لأنفذتها. وعلق البخاري في صحيح بصيغة الجدل، ولم يكن أحد من أئمة السلف يجد أدنى حرج من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والفتوى بما يعلم أنه الحق، وما كانوا يقبعون في بيوتهم ينتظرون الإذن الرسمي في قول كلمة الحق والإنكار على أهل الباطل. وفي جملة فينبغي الإخوة المسلمين في جميع الدول في العالم كله أن يقنط ويلح على الله جل وعلا بالدعاء في نصر إخوانهم، ومن خاف على نفسه فيعلق في ذلك ما لم يكن عالما له قدره ومكانته، فلا يجب عليه يظهر دينه ويناصر إخوانه ولا سيما في خضم كثير ممن يلبس على الناس دينهم وأصبح بوقا لأعداء الدين، وكان مفتي في الكونجرس أو موظف في الاستخبارات الأمريكية، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. فضيلة الشيخ جزاكم الله خير، والحقيقة الأسئلة كثيرة لكن لضيق الوقت المخصص من قبل شركة التليفون، فباسم الأخوة والأخوات الحضور الذين اجتمعوا في هذه المراكز العشرة في بريطانيا نشكركم شكرا كثيرا، وندعو الله أن نلتقي معكم في لقاء آخر. جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا وأنتم كذلك، فالله جل وعلا يحفظكم ويبارك فيكم ويجعل اجتماعكم اجتماعا مرحوما وتفرقكم تفرقا معصوما، ولا يجعل فيكم لا شقيا ولا محرومة، صلى الله عليه وآله بين قلوبكم ويرزقكم الهدى والتقى والعفاف والغنى، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والناس إنما يضلون إذا جهلوا مقدار الله سبحانه وتعالى وعظمته، وإذا ضعف الله عز وجل في قلب الإنسان ضعفت العبودية، وإذا عظم في قلب الإنسان الله سبحانه وتعالى فإن العبودية حينئذ تعظم.